متتابعي الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم على قناة شوف تي في. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متتبعي ومشاهدي الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر على قناة أقرأ لكم واحد البلاغ. بعد مشروع مرسوم الذي تقدم به وزير الصحة ووزير الصحي إلى 8 غشت الشمال الحكومي إلى وتمديدها إلى شهر واحد فقط، بحيث أنه حتى آخر لحظة صرح لوزير الداخلية عبد الوافي الفتيت وخير ناصر أعيد متابعي الكرام، بعد مشروع مرسوم الذي تقدم به وزير الصحة وزير الداخلية إلى 8 غشت، أسفر الاجتماع الحكومي إلى تقليص هذه المدة وتمديدها إلى شهر واحد فقط، بحيث أنه حتى آخر لحظة رفض أعضاء الحكومة عبد الوافي الفتيت وخالد أيس الطالب لتمديد حالة الطوارئ الصحية ببلادنا إلى 8 غشت المقبل، ليتقرر تمديد ريال في حالة الطوارئ الصحية من يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 على الساعة 6 مساء بداخلية لولاة الجهات وعمال الأقاليم. ألو، سماكم. مرحبا يا أخي. مرحبا مولاي، راك على المباشر يا أخي. شكرا جزيلا سيدي. علاش كتهضروا على السياحة؟ واخا نجبد موضوع ديال السياحة ولا لا؟ لا، ماشي على السياحة. وعلاش كتهضروا؟ كنهضروا على الطوارئ. على شنو كتقول؟ والله ماشي موضوع ديال السياحة، يمكن لنا نجمع هذا الموضوع ديال الطوارئ مع موضوع ديال السياحة. يلا مرحبا. مرحبا. مرحبا يا أخي، تفضل. مرحبا. معك عمر بن جلول من مدينة أكادير. أها، داكور. خدام في الدومين ديال الطوارئ، ديريكتور. تخي تخي بيان، مزيان. مرحبا سيدي. بغيت نهضر على الحاله، زاد في الحاله الطوارئ ولا زاد في الحجر الصحي؟ لا، دابا كاين خلط، دابا الناس ما فرقش شنو كتعني حاله الطوارئ. ولكن شكون هاد الديفو؟ الديفو في الاعلام والديفو من الحكومه. فهم الناس شنو هي حاله الطوارئ، شنو هو الحجر الصحي. وريني حنا الناس ديال السياحه كومون ديريكتور كوميرسيال داكوغ، باش نوجد لو بلون تاريفير نتاعي. واش بروميير سب ولا غادي نحلو حتى لبروميير كو؟ واش غادي نحلو مدينه مدينه ولا لا؟ واش الناس خصها ترجع للخدمه ديالها ولا لا؟ هذا بالمشكل اللي واقع، ما عندناش ان بلان. علاش الناس في فرنسا غادي تحل غادي تحل؟ قالت لو 25 ماي حلات لي ريستورون تحلو. علاش الناس كتخدم في استراتيجي؟ علاش حنا وزيرة السياحة ما دارت لا استراتيجي لا حتى شي حاجة؟ علاش كيتكلمش كيخليها حتى للدقيقة 90 ويهضر؟ واش هاد الشعب المغربي حمار؟ واش كيضحكوا علينا؟ الو، كتسمعني يا مولاي؟ لا لا، معاك معاك يا صديقي، معاك معاك. واش حنايا واش شنو كنجيوهم؟ ضحكة؟ واش ما كاينش ناس كفء اللي يعرف يدير خطة استراتيجية؟ اشنو خصنا نديروش؟ ما انا ماشي ضد نبقى شهرين خمس شهور في الدار، ولكن يخدم على اللونغ تيرم باش حتى البيرسونيل يرتاح، الناس ترتاح، تعرف وقاش ترجع للخدمه ديالها، حتى لونتربرونور مو لونتربرونور يبدا يخدم. اشنو واقع؟ راه واحد داكشي كراف ما تصورش في هذا الميدان السياحي. كان السياحة يعني من الميادين اللي تضررت بحق، ولكن خصنا استراتيجي. شحال من واحد خدام كنديرو هذا الميدان ديال السياحة ردو، شحال عائلة خدام؟ دابا حنا اوتيل عندنا 238 جون، دابا معنا اكثر من 150 فام عائلة. شنو خصنا؟ خصنا اون سوليسيون، دونك خصنا فكرة باش انت تجي. شحال من واحد كتلعب له بالمشاعر ديالو، شحال من واحد كتضحك عليه؟
لا حطوا الدقيقة 90 90 وما لكن عارفينش، كيتح فين كتخلعوا كتقولوا بلاتي الماتش الماتش اللوكال درنا دي زوف والله ما تصور اكثر من 60 و70%، ونورمالمون باش يبداو هاد لي زوف خص الكليان يكون عنده ان بلان بدا ريزيرفي ريزيرفي شهر 7 بدا ريزيرفي شهر 8 باش الى طلع شويه باش بدا لو بري كيطلع. هادشي اللي خصو يتعلمو المغربي بدا كيريزيرفي بشهر قبل بشهرين قبل. حنا ما عارفين واش الناس غادي تسافر من مدينه لمدينه، واش خصك دير التحاليل للناس باش غادي تسافر، وفين ما غادي كتخلي حتى الدقيقه 90 ما عارفينش واش غادي يدخل ونجاب الحاجه ما عارفش فهمتش كاع. يمكن هاد الاجراءات اللي كتهضر عليها يمكن غادي تكون في الحاله التمديد ديال الطوارئ على دابا كيما كاين فرق ما بين الحجر الصحي وحرس الطوارئ. لاحظك كاين فرق، شنو هو الفرق اللي غادي يكون بالنسبه للحجر الصحي؟ شنو كيعني الحاله الطوارئيه الكبيره فيها الحجر الصحي فيها بزاف بحال دابا الحجر الصحي غادي تحل داك القيود، غادي يخففوا بزاف ديال ان الانسان الى نسى الوقاف مشكل تقريبا انها بالنسبه راه يمكن له يركب معاه جوج بالنسبه لحرس الطوارئ هو كتبقى زالي نحن مستاهبين للعدو. يمكن في هذا رفع الحجر الصحي التدريجي غادي يبداو القطاعات يعني بحال دابا احنا يمكن سمعنا مطار انطلاق دابا انتم لي زوتيل مرتبطين بالسياحه، واخا نقولوا بحال دابا لي زوتيل نقولوا راه حنا طلقنا لي زوتيل وليني فين راهم السياح ولكن واش الناس ما تعومش ما تبقاش النايت لايف تيقولوا الناس ما غاديش تدخل خصها تدخل مع التسعود تدخل مع العشرة وفي كليان باغي يسافر باغي يستمتع شوية كي بحال حنا أكادير الناس كتبغي تخرج وي 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 كاينة ولا لا انت تبغي تسافر اخويا تسمع هاد لافورماسيون وي 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 اه انا كنحب واش علاش كتهضر علينا كتقول لنا السياحة الداخلية اش من السياحة الداخلية الشريفة لا تحب شي كاع وقولي غادي نطلقوا لي فونت وتبداو تخدموا نتوما لي دوتولي وتبداو وديروا مع لي تور اوبيراتور بداو تكوماسياليزيو لو برودوي تاعكم ابارتي من البروميير قوليها عاديه راه مازال المرض واكل مازال عادي تقول غادي نحلوا لوطيل خصكم تكون عندكم بروسيدور ديال ليجيان ولكن الناس ما يمكنلهاش تمشي لابلاج On a que je propose des réservations avec des annulations gratuites. Tu sais qu'on a chaque jour 30 réservations. Demain, quand je suis réservé, quand je suis annulé, allez, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà ce qui est clair. Regardez, les clients de l'entreprise qui viennent de chiffre d'affaires bas. Parce que tu as été entrepreneur, tu as voulu faire l'opère de ça. Regardez, c'est un étage qui vient. Allez, تهضر تشترى اللي بغيتي واحد كوف معلم ولد لوطولغي اللي غادي يبغي ينقب الميدان مشى ميدان كلاطخ وخصني نشوف كي يلقى تركي بدات السياحه في 1980 وعندها اكثر من 50 مليون زائر المغرب بدينا فوقاش بدينا السياحه في 1900 ما كنوصلو 13 كنقولو الطب عندنا السياحه عندنا الطب عندنا داخل فيها السائح لي زيميغري وداخلين فيها المغرب. شحال كتلقى السائح اجنبي في بعد 180 مليون ولا ما عرفتش بغيت نسولك استاذ بغيت نسولك بحال دابا نعم مولاي انت 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 جيرون ديال اوتيل انا دي مسير نقول المسير ديال الفندق ولا وحده فندقيه وباش تعرفوا كنجيري اكثر من 25 اوتيل في المغرب داكور عندي اون سوسيتي جو سوي ديريكتور كوميرسيال وكندخل دي كرون تور اوبيراتور ايسي لو ماروك وكنعرف كنجيب دي زوطخ كليون اي تو ولكن هذا الشيء غاف ولكن خص يكون الرجل في المكان المهم تكون استراتيجي واش دابا ليفول لوكال ما عرفناهمش واش غادي يبداو في البخومي شوي ولا ما عرفتش اخويا والله ما فهمت دابا كي بحال اللي كتقول لك هي احقا غادي تعتمدوا على المارشي لوكال وي لا نديروا اكثر من 60 حتى 70% المارشي لوكال
لكن كريو لهم اون بلاتفورم، بعد ما نبقاو نخدموا مع لي بلاتفورم اترونجي، نصوبوا علاش ما نديروش اون بلاتفورم ديال المغرب ونستافدوا منها، والدوله تستافد منها بلا كوميسيون، يبقى المغرب يريزيرفي فيها، وندير لها الماركتينغ في لي شين، في الاولى، في دوزيام، في ميدي ان. كان الى عقلتي واحد الباك الى عقلتي بلادي يمكن، ولا بلادي على ما اظن، يمكن واحد الباك بلادي ولا شي ندير المغربي باش فورماسيون بارتيجي شي 4 اون هادي ولا 5 اون. كان انا كاع دابا كان في كيريفر في السيت ديال بوكينغ، وي وي ولا كيريفر في ديفونت فلاش بحال ميزات بوان ام ا. المغربي تبغي يسافر اسيدي نبيع له، انا من دابا بغيت نبيع له في شهر 7 نبيع له 250 دوبل بور دو زاديك افيك ان انفون، كي اجي مرحبا مولاي ام بيبي ندير لك البخي اللي كان كيجي به لاترونجي، ولكن خصك تريزيرفيه دابا باش نعرف انا عندي غيكون عندي ان تو بليساج، ولا غنعمر 10 دو بيوت ب 300 درهم هي 3000 درهم، وانا عندي اللي كثر من 30 الف درهم كطيح عليا في النهار غنعمر بالخطيه. معقولة يا أخي؟ اش فهمتيني ولا لا؟ معقولة. وما كاين لا تكنيك لا استراتيجي، كاين غادي نحلو المارشي اللوكال، ولكن الناس ما يعرفوش في لا بيسي، الناس ما يمكنهمش كاين غادي نخدمو هاد السياحة، وباش تعرف اخويا السياحة راه كتخدم كلشي، كتخدم الحانوت، كتخدم الصناعة التقليدية، كتخدم كلشي، كلشي متعلق بالسياحة، سواء المارشي اللوكال ولا المارشي اترونجي. كيف كتشوف دابا بنتي اللي تبارك الله عليك مخضرا في هذا الدومين ديال التوريزم، كي كتشوف ملي غادي يسالي الحجر الصحي نقولوا ولا حتى حال الطوارئ، دابا نقول لك هضروا على حال الطوارئ بدون لغه خشب، بدون لغه خشب كي جير لي زوتيل. دابا شكون اللي كيجيب السياحه لي زوتيل؟ اكتيفو لي كونترا، الدوله ما كدير حتى حاجه. انا نقول لك لي كونفون سا ديبون. دابا كي بحال دابا انا كوم اوتيلي كنخدم على 2020 2021، كنخدم على لو مود جونفي لو مود فيفري لو مود مارس لو مود ديال افريل، ناسي هاد العام في المارشي اترونج، حيت ما عندي نورمالمون كيقولوا غير طلقوا لي فول غير طلقوا كلشي، خص لوتيلي يكون اكتيف، كي اكتيفي لي كونترا نتاعو لي استراتيجي تاريفير نتاعو، طالق لي فونت نتاعو باش لا فيزيبيليتي ديال الدوله نتاعنا كطلع. دابا شكون الكونكورون ديال المغرب باغ اكزومبل؟ بحال اكادير نعطيك ليكزومبل، كاين الحمامات في تونس، كاين كاين ايجيبت، كاين اسطنبول، شرم الشيخ، حتى اسطنبول. دابا المشكله هاد لي تور اوبيرا الى الدوله ديالنا ما طلقاتش غينسوا الشوان ديالهم وغادي يمشيو لي زوطخ ديستيناسيون. انا سمعت سي غيمشيو لك الحمامات، غيمشيو لك شرم الشيخ، وديك الساعات المغرب غيقول كشكش، خصنا عاوتاني نشوفوا ان اوتر بلان. ولكن هادشي راه ما خصني، ماشي انا كمدريخ سنفكر فيه، راه خص ديريكت نورمالمون الى بنت لوطبلغي ولا بنت التوريزم ولا بنت السياحه، كيدير اميليوري لا ديستيناسيون تاعك، كيدير المدينه ديالي نهز. انا باش نهز هذه المدينه ديما تكون خدامه وديما وي 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 نقول اكادير خصو يمشي خصو يلقى لي ريستورون، خصو بنادم تفوز، الناس راه باغا تسافر يبغوا لو مارشي لوكال لي زيكسكيرسيون غادي يمشي لهنايا، كنضحك عليه غادي نقول غادي نطلقوا الناس ديال 50% اللي طاريس مزيان، وديري شي حاجه ديري شي جهد، واللي بقى فيها خويا هي الحكومه حتى الدقيقه 90. باش فرنسا شنو عندهم في الدماغ ديالهم اخويا كيخدموا على لونكتر، ولكن ما عندكمش ما عندكمش في الوقيته بقا ولا شي بلون بي ولا شي بلون سي عندكم، ولا يعني خدمنا بالبلون سي بحال دابا جا هاد لو بوا عيطنا للبيرسونيل، كنا كنتظرو غادي نمشي حجر الصحي باش البيرسونيل كلشي كوفيد 19 الناس البيرسونيل لا بليبار داك مساكن داك لي ريسبسيونيست وي 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 لي جون دو ريستورون كوفيد، ولكن كانوا كيعول ملي كانوا كيخدموا تيبس مع لي كليون كان كيكونوا لي زيترونجي بعدا كيصوروا كتلقى بنادم مجوج جوج وليدات بشكل 2000 درهم غادي تصرفين، حنا لي كادر صحاح كلشي تضرب ب 50%، شحال من اوتيل ما كتبغيش فاكتوري عليه لابارتي كوميرسيال حيت كلشي حبس ما يمكنش.
البيرسون اللي مزيان خصك تكون كتخلص لونتربرونور كيجبد الكيلو كيخلص. عندو هاد السيد مليار كل شهر غادي كيفكر غادي يكون غادي يبدا لا ريفاي صافي كاين بلونتي ولكن تكنيكلي واش عندها هي عندها حتى هي خصها تفكر ما تلقاش حيت الا كان عندي اون بلون وكل سمعت راه كيتاخر غادي يوزن انفجار اخر. انا كل شيء غادي ودابا شكون اللي غادي الطبقه المتوسطه اللي كتلقى غادي ندخل يمكن يمكن يا اخي يمكن غادي ندخلوا في شي خناق اجتماعي انا قادر هنا كلشي مسدود يمكن غادي ندخلوا كامل اللي بغينا نعرفوا ما هادشي اللي بغينا ايوا الله اخويا في الصف في المغرب يا اخي شوف 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 ما يكون هادشي اللي داروا مزيان التكنيك اللي داروا مزيان حبسنا في الديور ما شوف شوف وخا شوف يا سعيد دقيقة سعيد نخدموا السائح المغربي شنو عطيك انت لهذا السائح واه شوف وخا وخا واخا هكاك راك شوف 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 يا صديقي واخا هكاك راك ان جون وغادي تغلب على المرحله انا اكيد اكيد شوف ماشي والله الا كيبقى فيك البيرسونيل شوف انا شوف يا اخي انا شوف اي زو بعيد عليك وما كنعرفك شو شاف اكادير وحق الله ديال لي جيان ديال هادشي اللي غادي يجيو كليان كيعدل تستقبل الكليان كيعدل تتعامل مع بروسيدور دو بون ديال الكليان بدينا كنديرو بوغ لا بوبليسيتي اي تو كاين دابا عاوتاني ملي كتشوف هاد الشركة هادي كونتي كتكون شكرا على التدخل والحديث مرحبا لا شرف ليا لا دائما شكرا تحية لك يا أخي أتمنى لك التوفيق يا أخي متتبعي الكرام طريق أوتيلي ولا كيخدم في أون أوتيل والحمد لله رغم أنه متعصب ورغم أنه ما راضيش على لا سيتياسيون ولكن كان أنا أكيد أنه غادي يخرج نتمنى إن شاء الله يكون الخبير لنا متتبعي الكرام نعاود عليكم ذاك البلاغ ديال الحكومة بعد مشروع مرسوم الذي تقدم به وزير الصحة ووزير الداخلية بتمديد الحجر الصحي إلى اجتماع الحكومي إلى تقليص هذه المدة وتمديدها إلى شهر واحد فقط بحضر فضاء أعضاء الحكومة لوزير الداخلية عبد الوفي فتيت وخالد طالب لتمديد حالة الطوارئ الصحية ببلادنا إلى 8 غشت المقبل لتقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى يوم الجمعة 10 يوليو 2020 ووفق مشروع مرسوم 22406 الذي تقدم به الوزير الداخلي عبد الوافي فتيد ويحمل سيتم تمديد مدة سريان مفعول الطوارئ الصحية بسائر التراب فيروس الكوفيد 19 وسن المقتضيات خاصة القيود المتعلقة بها ووفق ذات المرسوم سيتمدد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية من يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 الجمعة 10 يوليو 2020 على الساعة 6 مساء بسائر أرجاء التراب الوطني وزير الداخلية وفق هذا المرسوم بتنسيق مع الطوارئ الصحية وفق ما تمليه الحالة الوبائية بالمغرب وهكذا سيعهد وزير الداخلية لولاة الجهات وعمال الأقاليم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة التي يرونها من أجل تخفيف قيود الطوارئ الصحية على مستوى كل جهة وكل إقليم حسب الحالة الوبائية ببلادنا وتطوراتها.